أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تواصل لتهطل الأمطار على شكل زخات، هناك تنبيه سار المفعول على المرتفعات الداخلية عن تواصل تهطل الأمطار الرعدية مرفوقة بحبات من البرد، خاصة على الواجهة الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية على السواحل وحتى على المرتفعات. حتى خلال اليوم الغد تواصل للاضطراب الجوي. بقي الاضطراب الجوي سيخص خلال الصبيحة على الواجهة الشرقية وكذلك الوسطى، ليتحسن الطقس على المناطق الداخلية، أقول على المناطق الوسطى خلال الظاهرة، خلال الأمسية على الواجهة الشرقية، بينما أجواء مشمسة على الواجهة الغربية. بعض الأمطار كذلك خلال الأمسية ستتواصل في التهطل على أقصى الجنوب، كذلك مرتفعات الهوغار والتاسيلي وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله مقاييس ما بين 11 لغاية 20 درجة على الواجهة الشمالية، 17 درجة فقط على تندوف، 31 درجة على إليزي، 30 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد تراجع ولو طفيف لدرجات الحرارة خاصة على المناطق الشرقية، مقاييس ما بين 23 درجة إلى 25 درجة. ننتظر 28 درجة على العاصمة، 33 درجة على تلمسان، 37 درجة على كل من غردية وبشار، 38 درجة على تندوف وبني عباس، ترتفع إلى 46 درجة على أقصى الجنوب وكذلك مناطق الجنوب الشرقي. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا خاصة على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، رياح ستشتد تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:07. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.